السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين بهذه التغطية الخاصة اللي أكيد مركزة على موضوع عمليات طوفان الأقصى. 10 أيام من العزة و10 أيام من الصمود و10 أيام من الكرامة و10 أيام من التضحيات، 10 أيام من الصمت والخذلان والنسيان من الأنظمة العربية، و10 أيام من الظلم الإعلامي والحكومي للحكومات الغربية. طوفان الأقصى لوحة عظيمة رسمت بأنامل الأبطال وحاول تشويهها المطبعون والأنذال. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، مثل ما قلنا أن قناة الأيام الفضائية مستمرة بهذه التغطية الخاصة لعمليات طوفان الأقصى، ونركز على أهم المستجدات، الظروف الإنسانية الصعبة اللي يعيشها أهالي غزة وعموماً الأهالي اللي موجودين في الأراضي المحتلة، المواقف العربية، المواقف الإسلامية، المواقف الدولية، التحركات الدبلوماسية لإيقاف هذا العنف المستمر من قبل الكيان الصهيوني الغاصب. وراح نتحدث بكل هذه المواضيع مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ عمر الناصر السياسي المستقل. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمر. حياكم الله، حياكم الله، أهلاً وسهلاً. أستاذ عمر، أريد أبدأ وياك اليوم محورنا، وأهم محور هو الإنسان المواطن، المواطن الغزاوي الفلسطيني اللي دا يعيش اليوم أسوأ الظروف بسبب اليوم حقيقة اللا إنسانية اللي انتهجها الكيان الغاصب، جيش الاحتلال الصهيوني وحكومة الاحتلال الصهيوني والداعمين لهذه الحكومة الفاشية. اليوم قطاع غزة محاصر، لا ماء لا كهرباء لا يعني مستلزمات الحياة الضرورية. اليوم شو تريد تل أبيب من هذه المحاصرة؟ هل تل أبيب أنه لديها نوايا بتهجير وشافتها أنه هذه الفرصة المناسبة لإفراق قطاع غزة؟ شكرا جزيلا لجنابكم الكريم ولجمهور قناة الأيام المحترمين. سياسة التركيع التي انتهجتها يعني إسرائيل منذ عام 1948 لم تعد تجدي نفع، ولم تكن هنالك أي محاولات بالطرف الآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الداعمة لإسرائيل بأن يكون لهم جهود استثنائية من أجل حل الدولتين، ولم تكن هنالك نوايا جادة باتجاه هذا الموضوع، ودعت عليه لها الحكومات العربية في أغلب الأحوال وأغلب الأحيان، ولكن لم تكن هذه الدعوات صادقة. نعم. اليوم نجد بأن قيمة الإنسان الفلسطيني أو الغزاوي أو أي يعني عربي أصبحت اليوم على المحك، ولا بد أن نرى ونعيد التجارب الماضية وأن نعيد التاريخ بحذافيره منذ عام 1973 ومرورا ب الانتفاضات الفلسطينية المستمرة ودور المقاومة الفلسطينية في وضع حدود وعدم استقرار للكيان الصهيوني وعدم إشعاره بأنه هو صاحب الأرض. من نعم. يطلع على العملية التي ذهبت إليها المقاومة الفلسطينية سيجد بأن هنالك ثلاث نقاط أو ثلاث محاور جوهرية تحققت من هذا الموضوع، تختلف اختلافا جذريا عن ما كانت سابقا. الأولى هي إدخال القدس إلى دائرة الصراع أو إلى رقعة اتساع رقعة الصراع، وأدخلت القدس إلى هذا إلى داخل المعارك. والمحور الآخر أو النقطة الأخرى هو الحصول على أعداد كبيرة من الأسرى، وهذا هو التحول الجديد بعد أن كانت المقاومة الفلسطينية تذهب إلى أن يكون هنالك أسير أو أسيرين. اليوم أصبح الموضوع بالجملة، وبدأت الفصائل بعمليات تكتيكية ومناورة واختراق لخطوط العدو بأساليب متعددة، مما جعل مثل التحرك النوعي للمقاومة الفلسطينية أن يكون درس تعتبر منه إسرائيل وجميع الدول. والنقطة الأخيرة، أعتقد بأن هذه العملية هي كانت من العمليات الاستخبارية فوق النوعية، والدليل أنها تحولت من الحجارة إلى وترجمتها الصواريخ، وأدخلت التكنولوجيا وأصبحت المقاومة الفلسطينية هي تذهب باتجاه التحرك الاستباقي وتأخذ مبدأ المناورة وتذهب باتجاه أن يكون لديها التعزيز لمبدأ أخذ زمام المبادرة
قبل أن يتحرك قبل أن تحرك الكيان الصهيوني. لذلك موضوع نظرية ضربة مقابل ضربة أصبحت اليوم هي من الماضي، بل ذهبت المقاومة الفلسطينية إلى أن تدك معاقل إسرائيل بكل شبر من وجدناه، والدليل على ذلك نعم. يعني الكثير من المدن كوسيفيم أو يعني بئر السبع أو بقية المناطق الأخرى أيضا تعرضت لمثل هذه الرشقات الصاروخية بهجمات نوعية لم تعهدها إسرائيل سابقا. إذن الموضوع اليوم اختلف اختلافا جذريا عما كان في السابق، وذهاب الولايات المتحدة إلى إرسال الحاملة الطائرات يو اس اس جيرالد آر فورد بالإضافة إلى حاملة طائرات أخرى جاءت في الطريق، ربما هي سوف تكون لها دور في الأيام المقبلة، ولكن تبقى في نطاق اتخاذ سياسة الردع من أي تحرك آخر من قبل بعض الأطراف الأخرى أو الدول المجاورة أو بعض يعني الجهات التي يعني تحاول أن تدعم القضية الفلسطينية أو ليكون لها دور في هذا الموضوع. والدليل على ذلك أستاذ عمر، يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لما أرسلت اليوم بارجة وحامل أو حاملة طائرات إلى مياه المتوسط على الحدود للأراضي المحتلة، منو خايفة من يعني هي توقعات منو راح يتدخل بهذه الحرب؟ يعني دعني أسلط الضوء على هذه المعركة بالتحديد، هذه هي تختلف اختلافا جذريا عن جميع المعارك الماضية فعلا. والدليل على ذلك اليوم ذهبت بريطانيا للتلويح بأيضا بسياسة التلويح بالعصر الغليظ، وأعلنتها صراحة بأنها تقف إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة بالإضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي، رغم أن هنالك أزمة روسية أوكرانية ما زالت هي نيرانها مشتعلة. والدليل على ذلك اليوم ذهاب الولايات المتحدة إلى إرسال فرقة دلتا المتخصصة نعم. بالأعمال تحرير الأسرى والرهائن بسبب الضغط الداخلي الذي تعرضت له حكومة نتنياهو من خلال جماعات الضغط والرأي العام في إسرائيل والداخل الكيان الصهيوني، والتي كان لها دور هذه في اعتقال صدام حسين، وكان لها دور في مقتل أبو بكر البغدادي، بالإضافة إلى أنها كانت هي مشاركة حقيقية في اعتقال تشابو بارون المخدرات في المكسيك، والتي أيضا لها كان دور كبير في لها فشل أيضا في الجانب الآخر، وهو موضوع أنها فقدت 18 من نخبة يعني نخبة العناصر الموجودة فيها في مقاديشو عندما كانت هنالك تحركات نوعية من أجل هذه المعركة وإلى آخره. إذن الموضوع يحتاج إلى أن نراه من جميع الاتجاهات، وربما نحن اليوم قد في غضون الأيام المقبلة سنصل إلى أعلى نقطة من مستوى الاحتكاك المحدود قبل الذهاب إلى أو قبل الوصول إلى 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 منعطفات من خلالها تظهر لنا بعض الجهات الداعمة لأن يكون هنالك حل سلمي. برأيك ما هو نوع الاحتكاك أستاذ عمر؟ عفواً. برأيك ما هو نوع الاحتكاك اللي ممكن يحصل؟ يعني الاحتكاك اليوم أصبح مرهون بموضوع فتح المعابر. نعم. المعابر قبل أيام ذكرتها بأكثر من فضائية بأن المعابر تعرضت إلى قصف. صحيح. وهذا أدى إلى أن يكون هنالك ربما كارثة إنسانية، وربما سوف تتفشى المجاعة وتتفشى الأمراض ونقص في الأدوية، ولكن رغم ذلك هنالك حساسية مفرطة داخل بين في معبر رفح ما بين غزة ومصر. لذلك تجد بأن في الأيام المقبلة ربما إذا كان هنالك اجتياح بري من قبل الكيان الصهيوني والدخول في معركة برية ربما سوف يكون هنالك تحول استراتيجي خطير، ويوجد هنالك ربما نزوح جديد باتجاه أراضي سيناء، وهذا هو جزء من السيناريو الذي تريد إسرائيل الذهاب إليه حتى تقحم الجيش المصري في هذه المعادلة، حتى تبرر فيما بعد أنها بدأت تضرب الجيش المصري الذي هو اليوم يعد من أقوى الجيوش العربية التي تقف باتجاه هل تتجرأ إسرائيل بالاعتداء أو بضرب الجيش المصري؟
يعني في هذه الأثناء أنا لا أعتقد بأنها ستتجرأ، ولكن إذا كانت هنالك يعني خطوط حمراء قد يعني تم تجاوزها ربما سوف تتسع رقعة الصراع، وأنا أعتقد بأن إسرائيل سوف تكون محرجة أمام الكثير من الأطراف، وهي سوف تتعرض لهجمات صاروخية أخرى، وربما سوف يتدخل حزب الله، وربما سوف تتدخل بعض الجهات المقاومة الأخرى، ولكن كل ذلك هو مرهون بمدى يعني تحمل مدى تحمل قطاع غزة للضربات الوحشية التي تتعرض إليها منذ 10 أيام ولحد هذه اللحظة. نعم أستاذ عمر، المشكلة اليوم أهالي قطاع غزة أنه صايرين بين أمرين وبين قرارين، واحد أصعب من الآخر، البقاء في غزة، الصمود أمام هذا الحقيقة، الآلة العسكرية الهمجية العشوائية للكيان الصهيوني، قتل الأطفال، قتل النساء، الآلاف من الجرحى، تهديم المباني، وإذا هجروا أيضا ها حتكون من مصلحة الكيان الصهيوني. فأيهما الخيار الأفضل لأهالي لسكان قطاع غزة للمقاومة الفلسطينية؟ يعني سكان غزة هم بين أمران أحلاهما مر. من عام 1948 هم ذهبوا لإصدار شهادات وفاة بالنسبة لقطاع غزة ولكل الفلسطينيين، وهم نعم. جميعا مشاريع استشهاد، لكن تجد اليوم بأنهم ما زالوا متمسكين بالدفاع عن الأراضي المحتلة، وعن المسجد، عن قبة الصخرة، وعن المسجد يعني، وعن بقية المقدسات الأخرى الموجودة هناك. وتجد بأنهم اليوم لا زالت لهم عقيدة ثابتة وراسخة بأن لا بد أن يكون هنالك يوم يخرج منه الاحتلال. ولكننا للأسف نقول ما بين الفينة والأخرى، الأنظمة العربية هي السبب في كل المأساة التي يراها الشعب الفلسطيني، وتجده ما بين الفترة والأخرى يعني يغازل الكيان الصهيوني، وتكون هنالك عملية للتطبيع، ويكون هنالك نعم. اتساع لعلاقات إسرائيل مع بعض الدول العربية على حساب الشعب الفلسطيني والقضية العربية والإسلامية. إذن نحن اليوم أمام منعطف خطير، وهذه المعركة باعتقادي هي تختلف اختلافا جذريا عن بقية المعارك، لأنها ليست انتفاضة بل هي معركة حقيقية وتسونامي أستطيع وصفه، وليس طوفان كما وصفه البعض. نعم طبعا ننتقل من بغداد إلى سوريا، واتصال هاتفي مع المحلل السياسي محمود ياسين. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتشرف بحضورك وباتصالك الهاتفي مع قناة الأيام الفضائية. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أستاذ محمود، ندخل اليوم بمحور مهم جدا، هو النزوح اللي قاعد يصير في قطاع غزة والهجمات العشوائية من قبل الكيان الصهيوني واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا. هل هدف الكيان الصهيوني هو تهجير أهالي وسكان قطاع غزة لكي اليوم تهجيرهم حتى خارج الأراضي المحتلة؟ أولا الرحمة على الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا بكان الأراضي فلسطين المحتلة إن شاء الله. الكيان الصهيوني، هذا الكيان الغاصب المجرم، يسعى من خلال عمليات التهجير، من خلال القصف الهمجي والعشوائي وجرائم الإبادة التي يرتكبها الآن في غزة، إلى تهجير أهلنا من بيوتهم ومناطقهم، وتفريغ غزة بالكامل من أهلها، وإعادة توطين نعم لغزة، ومحاولة إفراغ فلسطين بالكامل من أهلها لتكون مستعمرة كاملة لهذا الكيان الغاصب والمجرم. نعم أستاذ محمود، بما أنك قريب من الحدث وأنت الآن في الأراضي، في أراضي الجمهورية العربية السورية، كل الحب والتحية لكل شعبنا في سوريا. أستاذ محمود، القصف الإسرائيلي اللي استهدف مطار حلب، شنو كانت دلالاته؟ لماذا تحرشت إسرائيل بسوريا؟
اولا يعني اسرائيل تعلم يقينا ان طوفان غزه لم يقتصر فقط على المجموعات الفلسطينيه الموجوده داخل غزه وفلسطين، وانما هو يعني عمليه منظمه، وكل محور المقاومه له اصابع جميله ونبيله في هذا الطوفان. لذلك هم يعني ارادوا ان ينتقموا من محور المقاومه من خلال ضرب مطار دمشق ومطار حلب، وقبلها استهداف عن طريق الأذرع الموجودة الإرهابية في سوريا، استهدفوا حفل تخريج ضباط الكلية الحربية بحمص بهذه العملية الإجرامية وهذه المسارة. لذلك يعني واضح تماما الإجرام الصهيوني المتعمد لمحور المقاومة، ولكن في النهاية نحن نقول لدينا يقين كامل لأننا أصحاب حق، لدينا يقين كامل بهذا المحور الشريف المقاوم، وسننتصر عاجلا أم آجلا على هذا الكيان المغتصب. نعم أستاذ محمود، هل إسرائيل متخوفة من فتح الجبهة السورية من قبل يوم فصائل المقاومة أو من قبل محور المقاومة، وخاصة الأراضي القريبة من الجولان السوري؟ طبعا طبعا إسرائيل يعني أولا يجب أن ندرك تماما أن طوفان الأقصى يعني كان له تداعيات جدا سلبية على هذا الكيان الصهيوني. نعم. المغتصب، يعني من أولى هذه التداعيات انهيار تام لنظرية الردع الإسرائيلي تجاه التهديدات غير التقليدية، كان هناك يعني أيضا صدمة عميقة في وعي المستوطنين وانهيار شعورهم بالأمان والاستقرار وتراجع ثقتهم بالجيش وبمؤسساتهم الأمنية. يعني ظهور الكيان على أنه عبء أيضا على داعميه الغربيين وعلى أمريكا، لذلك سارعوا لنجدة هذا الكيان. نعم. من خلال يعني استنجاده في بهم نتيجة الزخم الكبير الذي وزعه من المقاومة. لذلك يعني أنا أرى أن هذا الكيان يعني حاليا هو في حالة ذعر وفي حالة خوف شديدة، وما هي هذه المجازر التي يقوم بها تجاه أهلنا في غزة؟ ما هي إلا دليل واضح على الضعف والارتباك. هو لا يستطيع أن يقاوم المقاومين الأبطال، لذلك يلجأ إلى تدمير البنى التحتية، يلجأ إلى تدمير الأبنية، المدنيين، الأطفال، العزل. هو يعني مجرم وجرائمه كل يوم عن يوم تزداد وتتضح للعالم بشكل واضح، إلا أن دائما وأبدا الكيل بمكاييل متعددة في المجتمع الدولي، في امريكا، في الدول الغربيه، في الامم المتحده. الان في اخر خبر من دقائق، الامم المتحده تطالب اطلاق كل الرهائن الموجودين لدى في غزه مقابل فتح معبر ودخول المساعدات. يعني هذه المساومه الرخيصه من هذه المنظمه، مع الاسف كل الرهائن بمقابل دخول المساعدات الغذائية والإسعافية إلى غزة. نعم، يعني تقريبا صارت مساومة اليوم من بين الأمم المتحدة ميولها للكيان الصهيوني. نعم، هي أداة بيد الصهيونية وأداة بيد أمريكا، وهي تساوم بالنيابة عنهم. يعني أصبحت ناطقة باسم الاحتلال. بالضبط بالضبط، يعني هذه المؤسسة الأممية التي يجب أن تكون هي يعني الفيصل بين الباطل والحق، وتكون هي صاحبة القرار بإعادة الحقوق لأهلها والمستضعفين، هي أداة رخيصة جدا بيد الكيان الصهيوني وبيد أمريكا لتنفيذ الأجندات الخاصة بهم. نعم، كل التحية والشكر لك أستاذ محمود ياسين المحلل السياسي من الجمهورية العربية السورية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى المداخلة في هذه التغطية الخاصة.
بعملية طوفان الأقصى. أعود مع الأستاذ عمر الناصر، وجدد الترحيب من جديد معك أستاذ عمر. حياكم الله وبياكم. نعم أستاذ عمر، اليوم حسب الأخبار وحسب ما تناقلت وسائل الإعلام أنه دخول أو كانت هناك هدنة بسيطة، معبر رفح فتح مؤقتا لدخول بعض المساعدات، ممكن هيك أمور تخفف من حدة النزوح؟ يعني باعتقادي تبقى هذه الأمور هي أمور مؤقتة وحلول ترقيعية لا ترتقي لمستوى الطموح. اليوم بحاجة ممرات آمنة لها ديمومة واستمرارية. أما بخصوص هذا الموضوع وموضوع تبادل الأسرى وموضوع دور الأمم المتحدة بخصوص تبادل الأسرى أو المساومات، فأعتقد بأن الموضوع واضح. الأمم المتحدة تقف قلبا وقالبا مع الكيان الصهيوني، ولكن اليوم إذا أردنا علينا تفعيل دور الجامعة العربية والتعاون الإسلامي في مقابل هذا الشيء حتى يكون هنالك توازن حتى في التصريحات، ولا نذهب إلى خطابات إعلامية مستهلكة لا تسمن ولا تغني من جوع. اليوم دعنا نعرف أو دعنا نلقي نظرة على حجم المأساة التي الموجودة في غزة، وجميع الخبراء أو أغلب الخبراء يقدرون عدد الصواريخ التي ألقيت على غزة في هذه الأوقات وخلال الأيام المنصربة هي تعادل ربع القوة التدميرية للقنبلة نعم النووية. نعم هذا تحول خطير. إذن اليوم نحن بحاجة إلى أن لا يكون المدنيين هم الضحايا والدروع البشرية أو إلى آخره، أو الذين يكونوا بمثابة كبش الفداء، ونغض الطرف عن المجازر التي هي ترتكب من خلال الكيان الصهيوني. نعم أستاذ عمر، تكلمت على دور المنظمات الدولية أو المنظمات الأقليمية. اليوم الشعب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية بصراحة ويعني حقيقة الجميع يعرف ما عندهم ثقة لا بالأمم المتحدة لا بمجلس الأمن وحتى بالجامعة العربية بسبب الخذلان المستمر بكل الأحداث. اليوم المقاومة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني وين يتجه؟ لمن؟ يعني من ممكن يستند عليه ممكن يثق به؟ يعني الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال واغتصاب أرضه عام 1948 هو لم يعتمد على أي دولة. العراق كان ربما هو الوحيد بين الدول العربية الذي كان ينادي، ولحد هذه اللحظة ينادي بالقضية الفلسطينية في جميع الأوقات. واليوم كل المظاهرات في العراق والمواقف السياسية الموجودة والشعبية هي من تترجم صدق هذا الموضوع، ولكن في الطرف الآخر من الجامعة العربية أو الدول العربية لا تكون هنالك حتى تغطية إعلامية يعني ترتقي لمستوى الطموح بحجم هذا العدد، حجم هذه الكارثة التي يتعرض إليها شعب غزة. المشكلة أنه اليوم إسرائيل هي تخشى من الدخول في العمليات العسكرية البرية. نعم. لأنها تعرف قدراتها بشكل واقعي، وتعرف قدرات الجنود والموجودين لديها بأنهم ليس لديهم قدرة على المجابهة البرية، بل هم يستخدمون المجابهة العسكرية والتكنولوجية والطائرات وإلى آخره، التي هي اليوم أصبحت هي التي تحسم يعني المعارك، وتذهب إلى ربما في الأيام المقبلة إلى جعل غزة إذا لا سامح الله أرض محروقة إذا لم تتدخل يعني المنظمات الدولية، وإذا لم يتدخل القرار العربي بشكل موحد حتى يوقف ويمنع من استهداف المدنيين أو إلى آخره. نعم الأمس كان هناك لقاء صحفي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن، وتكلم يعني حقيقة بجملة غريبة يعني يحتاج لها إلى تحليل. قال إنه من الخطأ الدخول البري إلى غزة، ولكن إذا كان هذا الدخول البري من أجل القضاء على حركة حماس فهو دخول مبرر. هل هذا ضوء أخضر لكل العمليات الإجرامية اللي قاعد تقوم بها القوات الإسرائيلية؟ يعني الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تبرر شيء، وإنما هي تذهب بكل غطرسة وبكل صلافة لأن تدعم إسرائيل بشكل مباشر. لكن تجد اليوم في الجانب الآخر المواقف الخجولة من قبل الحكومات العربية تجاه هذه القضية المحورية هي
يعني غير يعني معلنة بشكل صحيح، وتراها تغض الطرف عن القضايا المشروعة للشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة هي ذاهبة بعلنية لأن تدعم إسرائيل، وتحث الدول الغربية باتجاه دعم إسرائيل، وتذهب باتجاه حث الأمم المتحدة لأن تتخذ مثل هكذا مواقف دون الاكتراث أو لمسك العصا من الوسط، وجعل القضية الفلسطينية قضية محورية، أو الذهاب إلى أن يكون لها أن تكون بمثابة قناة حقيقية لتصريف الضغط الناتج من هول الأزمة الحالية. لكن للأسف في المرحلة المقبلة ربما سوف يكون هنالك تصعيد في الأيام المقبلة إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بضرب المدنيين وتوسيع دائرة الدائرة العسكرية ودائرة الضربات الجوية. نعم. وربما سوف يكون هنالك عوامل خارجية ستتدخل في اللحظات الأخيرة إذا لم يكن هنالك لا سمح الله أي موانع وكوابح للانزلاق، والتي هي توقف من هذه العمليات التي ذهب ضحيتها المدنيين للأسف. نعم أستاذ عمر، بما أنه إحنا فتحنا ملف المواقف الدولية اليوم، لما نشاهد الموقف الأمريكي من هذه القضية نعرف العلاقة الاستراتيجية، وتعتبر اليوم الولايات المتحدة أنه الكيان الصهيوني هو الحليف الأول في منطقة الشرق الأوسط، شاهدنا هذا الميول الكبير والدائم دائما لم يتغير بدعم الصهاينة. ولكن الغريب المستغرب أنه الاتحاد الأوروبي صحيح سابقا كان يميل إلى الكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية، ولكن هذه المرة الميول مبالغ به، الدعم الإعلامي اللوجستي وغيرها، التصريحات المواقف الحكومية الأوروبية وصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب وغيرها من هذه الأمور. لماذا اليوم الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما إلى هذا الميول الكبير جدا للكيان الصهيوني؟ المشكلة اليوم الدول الغربية تعي خطورة الأزمة الروسية الأوكرانية، ولذلك تجد بأن الولايات المتحدة تذهب دائما باتجاه أن تخيف الدول الغربية من موضوع الأزمة الأوكرانية، وتحاول قدر الإمكان أن تكسب الدول الأوروبية إلى جانبها حتى لا يكون هنالك نوع من الاختلال بتوازن القوى. اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية هي باعتقادي لم تبدأ بحد هذه اللحظة، أي بما معنى الحرب إنها لم تبدأ، وإنما هذه الفترة كلها هي كانت بمثابة المقدمات لدخول الحرب، رغم العمليات العسكرية التي ذهبت بها والمعارك التي دخل بها الطرفان والخسائر الفادحة الموجودة هناك. كذلك الحال اليوم الولايات المتحدة تذهب باتجاه كسب الحلفاء كما فعلت مع العراق في احتلالها عام 2003، او في مواقفها السابقه من العراق او غزو الكويت او الى اخره. الولايات المتحده تذهب دائما الى استخدام الاسلوب السياسه الردع الاستباقي، والدليل على ذلك تواجد حامله الطائرات جيرالد ارفورد التي ابحرت من السواحل الايطاليه الى السواحل الفلسطينيه. نعم. هو دليل على انها اليوم ترسل اشارات ورسائل صارمة بأنها ستتدخل في حال لو كان هنالك أي اصطفاف للمقاومة الفلسطينية من قبل أي دولة من دول الجوار أو من أي طرف من أطراف المقاومة. نعم أستاذ عمر، أيضا ننتقل إلى الموقف يعني بالجانب الآخر، موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، الموقف الداعم المستمر دبلوماسيا. وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران يتنقل بين العواصم المؤثرة بهذه القضية، شاهدناه في الدوحة، في بيروت، في عواصم أخرى يتكلم على هذا الموضوع، ومهتم اليوم إيران بهذا الموضوع. وأيضا نشاهد الخطابات الإعلامية الأمريكية والصهيونية دائما يذكر اسم إيران، هل هناك تخوف من تدخل إيراني غريب؟ يعني بلا شك مواقف إيران هي مع المقاومة الفلسطينية هي معروفة وداعمة لها منذ زمن طويل، وهنالك بلا شك تخوف من دخول إيران في على خط الأزمة، وذلك يعني بأن المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وفي عموم هذه المنطقة سوف تتعرض
الى هجمات نوعيه في حال لا سمح الله كان هنالك اتساع لهذه الرقعه او دخول او ضربات يعني لايران او الى مناطق اخرى او للمصالح الايرانيه او المصالح الامريكيه بشكل عام. لكن بكل الاحوال الولايات المتحده تخشى من دخول ايران على خط الازمه، لذلك تجد في الكثير من الاحيان تكون تصريحاتها ليست مستفزه. وهنالك بعض الاشارات التي تذهب اليها بعض الاحيان ايران لارسال رسائل ايضا ردع بالنسبه للجانب الامريكي او الجانب الاسرائيلي على ان القضيه هذه قضيه الفلسطينيه هي قضيه العالم الاسلامي بشكل كامل وليست فقط بعنوانها الفرعي بعنوان فلسطيني بحت. اذا نحن اليوم بامس الحاجه لتوحيد الخطاب العام، والجميع يعلم باننا في هذه المرحله تحديدا ربما سوف يكون هنالك تغير في خارطه منطقه الشرق الاوسط، والدليل على ذلك بان بنيامين نتنياهو اليوم ذهب الى ان يكون لديه كسب للمعارضين من في الحكومه الاسرائيليه صحيح. ومن اجل لملمه شتات ما تبقى من القرار السياسي الداخلي الاسرائيلي بعد ان كان له لقاء مع رئيس اسرائيل ورئيس حزب المعارضه هذا اليوم، حتى يذهبون باتجاه لملمه البيت الاسرائيلي من جديد ولا يكون هنالك تصدع في هذا القرار، لان غضب الشارع الاسرائيلي وسخط الشارع وسخط الاسرائيليين على حكومه نتنياهو بسبب الفساد والفشل الذي جاء به في هذه في الاعوام الماضيه والذي سوف يكلل بنهايه المطاف بثوره عارمه ربما وضغط كبير اذا لم يكن هنالك حل جذري لموضوع الرهائن والاسرى الموجودين لدى المواطنين لدى المقاومه الفلسطينيه. نعم استاذ عمر، ننتقل الى رام الله في فلسطين مع الست تماره حداد المحلله السياسيه. اهلا وسهلا بي ست تماره. أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، والتحيات لكم ولقناة الكريمة. ربي يخليك ست تمارة. أنت أقرب إلى الذي يصير، أنت أقرب إلى الحدث، أنت الآن داخل الأراضي الفلسطينية، الآن أكيد عندكم أهل، عندكم أصدقاء في قطاع غزة، شنو الذي يصير؟ هل وصلت حقيقة أنه سمعنا وصلت بعض المساعدات عبر معبر رفاح؟ هل ما زال النزوح مستمر من أهالي قطاع غزة؟ للأسف حتى هذه اللحظة أن الاحتلال الإسرائيلي منع فتح معبر رفح ودخول المساعدات الإنسانية، وهذا إشارة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل الأدوات العسكرية والأمنية والسياسية وحتى النفسية من أجل القضاء سواء كان على المقاومة الفلسطينية وحتى على المدنيين الفلسطينيين. بنك الأهداف في الوقت الحالي هم من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. حتى هذه اللحظة أصبح الآن 10,000 جريح فلسطين، وهناك قرابة 3,000 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، وأغلب الضحايا كلهم من النساء والأطفال. 66% من الضحايا من النساء والأطفال، وهذا الطفل ليس لديه ذنب بهذه الآلة الإجرامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الذي يحدث الآن أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم ومتعنت على القضاء على المقاومة الفلسطينية، لكن المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة هي صامدة ومرابطة، وما زال هناك فينا قوة داخل إطار المقاومة الفلسطينية، وأيضا أن الشعب الفلسطيني قلب المقاومة الفلسطينية، وهناك حقنا شعبية لدى المقاومة الفلسطينية. لكن الاحتلال الإسرائيلي مصمم على سياق أن يكون هناك نزوح المدنيين من منطقة المحافظات الشمالية في قطاع غزة، يريد أن يخرجهم من هذه المنطقة حتى يذهبوا إلى مصر. لذلك الاحتلال الإسرائيلي الآن يطبق الإطباق الحصار الأمني وأيضا السياسة والاقتصادي على قطاع غزة. حتى هذه اللحظة أصبح الآن اليوم 10 أيام هناك العدوان مستمر، وأيضا هناك قطع في الكهرباء والماء، وأيضا ليست هناك لا طعام ولا شراب، بالعكس أصبح الآن قطاع غزة هي منكوبة بكل المعايير، وأصبح حتى هذه اللحظة أن قطاع غزة كارثة إنسانية بالفعل وكارثة صحية داخل سياق قطاع غزة. هذه الكارثة بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال متعنت في عملية الحصار على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي الآن أيضا هناك عدة أهداف لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو الاجتياح البري لقطاع غزة وعملية السيطرة على واقع قطاع غزة. لكن المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة تواجه وتجابه هذه الآلة الإجرامية وتواجه كل المخططات التي تريد تهجير
ونزوع الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة. صحيح أن حالة النزوع هي موجودة من المحافظات الشمالية في قطاع غزة، الآن نزحوا إلى منطقة المناطق الجنوبية في قطاع غزة، حتى المناطق التي ينتحون إليها أيضا آلة الإجرام وأيضا القصف الجوي على المواطن الفلسطيني ما زالت مستمرة، بمعنى عندما ينزح المنطقة الأخرى أيضا يقصف المناطق التي يلجؤون إليها، هذا إشارة أنه يريد أن يضر بأكبر عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين حتى يتسنى أن يكون هناك العدد الكبير من الجرحى ومن الشهداء. نعم. هذا إشارة أن الاحتلال الإسرائيلي يعني يستخدم كل أدوات الحرب، الآن استخدم الأدوات العنقودية وأيضا الأساليب الحربية وأيضا الفسفورية من أجل القضاء على المدنيين الفلسطينيين، ناهيك أن واقع الاحتلال مصمم على استخدام القوة الصلبة والقوة العسكرية من أجل أن يحسم موقفه في هذه المعركة. أعتقد أن عملية الحسم لن يستطيع أن يحسمها، وبالتحديد أن هناك مقاومة وهي أيضا تجابه هذا الآلة الإجرامية الاحتلالية، وباعتقادي أن قادم الأيام صحيحة قد تكون صعبة على واقع المقاومة الفلسطينية وبالتحديد المدنيين، لكن حتى هذه اللحظة أن المقاومة هي صامدة في هذا السياق. هناك نقاط الاشتباك متواجدة على قرابة مستوطنات غلاف غزة، لكن في نهاية المطاف الآن الاحتلال نتيجة الدعم الأمريكي وأيضا اللوجستي والتسليحي للاحتلال الإسرائيلي، وهذا إشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تتماشى في واقع استمرارية هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى أو المعركة التي يسميها الاحتلال السيوف الحديدية. هو يستخدم كل الأدوات المحرمة دولية من أجل أن يحقق أهدافه. أعتقد تحقيق أهدافه لن تكون هي بسهولة، بالعكس سوف تكون حالة الصعوبة تحقيق هذه الأهداف، نظرا أن هناك في تنسيق ما بين محور المقاومة، ناهيك أن المقاومة الفلسطينية أيضا لها تنسيق ما بين المقاومة الفلسطينية في لبنان أو المقاومة اللبنانية أو المقاومة بكل تواجدها في كل مكان. نعم، ست مارم، يعني كمحللة سياسية أريد تقييم لموقف السلطة الفلسطينية في رام الله، هل تعتبريه موقف قوي، موقف ضعيف للأسف؟ حتى هذه اللحظة أن الجانب السياسي الفلسطيني هو موقفه ضعيف جدا، وبالتحديد أن الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية منذ اتفاق أوسلو هو يحاول أن يضعف السلطة الوطنية الفلسطينية ويضعف الجانب السياسي الفلسطيني، وهذا إشارة أن واقع السلطة بأن تضغط على المقاومة بعملية وقف إطلاق النار من الجانب لا تستطيع أن تضغط، لأن المسيطر الأساسي على قطاع غزة هي حركة حماس، لذلك واقع عملية وقف إطلاق النار وإن كان هناك من عملية الضغط من الجانب السياسي لا أعتقد أنه سوف تقدر على عملية الضغط، لذلك أن الجانب السياسي الآن يتواصل كواقع دبلوماسي وسياسي مع الدول العظمى أو الدول الإقليم أو الدول العربية، لكن أن يضغط بشكل قوي أن يوقف هذه الآلة الإجرامية لا يستطيع، بالتحديد أن بالعكس أن الاحتلال هو دائما يضعف أي كينونة سياسية سواء كان على مستوى الضفة الغربية أو قطاع غزة، هو لا يريد أن يكون هناك أي نوع مستقبلي أن تتحول هذه السلطة إلى دولة فلسطينية، بالرغم أن اتفاق أوسلو كان هناك مرحلة انتقالية بأن تتحول هذه السلطة إلى دولة، لكن الاحتلال طبعا يعني نقض كل هذه الاتفاقيات بالرغم أن الجانب السياسي الفلسطيني كان يريد السلام، لكن الاحتلال الإسرائيلي هو لا يريد السلام، هو يريد الأرض بدون الشعب، بمعنى هذه المعركة هي عبارة عن صراع وجود ما بين الإسرائيلي والفلسطيني. نعم. لكن حتى هذه اللحظة هناك صمود الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو حتى على مستوى قطاع غزة، لكن على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بجهد على الأقل أن توقف هذه الآلة فأعتقد أنها لا تستطيع، لكن هناك جهود عربية تحاول قدر الإمكان على الأقل حل هذه الإشكالية أو وقف إطلاق النار أو على الأقل أن يكون هناك يعني تمرير المساعدات الإنسانية، لكن الاحتلال مصمم على أن لا يدخل هذه المساعدات، يريد أن يركع الشعب الفلسطيني، يريد أن يظهر أن مظهر النصر أمام الشارع داخل الإسرائيلي طبعا على حساب الدماء الأبرياء الفلسطينيون وبالتحديد المدنيون يعني من النساء والأطفال. نعم، ست مارة، هل هناك انتهاكات من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في رام الله؟ الاحتلال الإسرائيلي دائما يقتحم كل مناطق الضفة الغربية، نعم. حتى هذه اللحظة منذ 7 أكتوبر من عملية الطوفان الأقصى هناك سقم 60 شهيد في كل محافظات الضفة الغربية وأيضا 1100 جريح، فبالتالي هناك نقاط اشتباك، أكثر شيء موجودة في جنين، في ريحة، في طول كرم وقلقيلية وأيضا نابلس،
على مستوى رام الله ايضا هناك كان شهداء في هذه المناطق، وهذا اشاره ان الاحتلال الاسرائيلي لا يهتم باي واقع انساني او واقع سياسي للواقع الفلسطيني، بالعكس هو معني في انهاء الكينونه السياسيه الفلسطينيه، هو يريد الارض، يريد الضم الضفه الغربيه، هو يعتبر ان الضفه الغربيه هي اليهود والسامر، لذلك هو يهتم بالضفه، يريد ضمها الى سياق دوله اسرائيل الكبرى، هذا ما يريده الاحتلال الاسرائيلي. على مستوى قطاع غزه، لماذا يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزه؟ هو يريد غاز غزه كناحيه اقتصاديه، كون انك تم اكتشاف في قبيله سواحل قطاع غزه، تم اكتشاف الغاز الذي يحتوي على 3%، وهذا الغاز يكفي 2050 2060، لذلك الاحتلال يريد هذا الغاز دون ان يكون هناك مقاومه، وبالتحديد ان المقاومه الفلسطينيه اشارت لاكثر من نقطه ان هذا الغاز هو غاز فلسطيني، ولا يستطيع الاحتلال ان يخرج هذا الغاز الا ان يكون هناك كاسر للفلسطينيين. لكن الاحتلال الاسرائيلي يريد الارض بدون الشعب، يريد النواحي الاقتصاديه والنواحي السياسيه والنواحي الامنيه لصالحه، وايضا ابعاد الشعب بمعنى تهجيره، سواء كان الضفه يهجرون الى الاردن او على مستوى قطاع غزه يهجرون الى مصر او الدول الاخرى. ناهيك ان هناك اهتمامات اخرى في العمليات، ايضا تهويد المنطقه المقدسه، ناهيك عن تهويد الضفه الغربيه، وهذا ما يريد في سياق الضفه. اما على مستوى الشعب كما هناك خطة سموتريتش وهو العضو اليميني المتطرف في حكومة الائتلاف الذي دائما يشير إلى خطته، وهي ثلاثة خيارات، وهي عملية أن تهجير الشعب الفلسطيني، أو أن يعيش هذا المواطن مسالما، أو أن يعيش في حالة من الاستشهاد أو عملية الاعتقال. لذلك الأمور صعبة جدا في قطاع غزة أو الضفة الغربية، المخططات هي تتماشى مع الواقع الاحتلالي، وللأسف هناك رعاية أمريكية لأجل تنفيذ هذه الخطة، ان المجتمع الدولي والمجتمع الاوروبي كله منحاز لاسرائيل. نسال الله السلامه لكم وللشعب الفلسطيني. كل التحيه والشكر للست ماره حداد من رام الله عبر السكايب المحلل السياسي، شكرا على هذه المعلومات. طبعا نعود الى الاستاذ عمر الناصر، للاسف الدقائق معدوده بقت، ولكن نعود الى المواقف الدوليه. استاذ عمر، امس كان هناك مقترح قدم، انه مقترح برازيلي ومقترح روسي لوقف اليوم اطلاق النار ووقف الحرب اللي حقيقه تصير في غزه، ولكن الموقف البرازيلي او القرار البرازيلي او الطلب البرازيلي ذكر انه وصف حماس بالمجاميع الارهابيه، واعترضت روسيا وقدمت قرار او فكره قرار بمفرد عن البرازيل. اليوم الموقف الروسي موقف قوي داعم للقضية الفلسطينية، هل سيتطور هذا الموقف من موقف دبلوماسي أم سنشاهد دعم ممكن بالأسلحة، دعم غذائي وغيرها من هذه الأمور؟ يعني رغم التصريحات السياسية والإعلامية، ستجد بأن لا بد أن تظهر بعض المواقف الدولية التي هي غير متوقعة من بعض الدول التي كانت في البدء هي مناصرة أو واقفة إلى جانب القضية الفلسطينية. أما بالنسبة لروسيا فمواقفها واضحة وصريحة، وهي داعمة وتقف بجانب هذه القضية ومنذ اليوم الأول. ولكن تجد تسألني هل بالإمكان أن يكون هنالك دعم في المرحلة القادمة؟ أنا أعتقد بأن كل شيء هو وارد، إذا ما تعقدت الأمور أكثر وبدأت رقعة الشطرنج تتداخل بها البيادق. ولكن نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن إيجاد قنوات حقيقية لتصريف الضغط الناتج من هذه الأزمة، وأن نذهب باتجاه تحقيق بعض الأهداف التي هي تحسب بشكل مباشر لجانب المقاومة الفلسطينية، وإن لم تكن هنالك يعني أهداف يعني لها ديمومة في الأيام المقبلة أو في المستقبل، وإن لم تتحقق كل الأهداف. اليوم عملية تحويل الهزيمة العسكرية التي منيت بها إسرائيل إلى نصر إعلامي أصبح هو من السذاجة أن يذهب الإعلام الإسرائيلي التحدث به. والدليل على ذلك بأن من أول يوم كان هنالك أحد قادة المقاومة الفلسطينية يحيى السنوار ذهب بتصريح ناري، وهو بأننا اليوم سوف نطلق أول رشقة من هذه الصواريخ باتجاه المستوطنات الفلسطينية، والتي عددها 1111 صاروخ تم أطلاقها في تلك الفترة، أدى ذلك إلى أن يكون نوع من الزعزعة في
داخل الكيان الصهيوني. في كل التحية والشكر لك الأستاذ عمر الناصر السياسي المستقل على هذه المعلومات، شكرا جزيلا. حياك. وأيضا كل التحية والشكر للأستاذ محمود ياسين المحلل السياسي من سوريا، وشكرا أيضا للمحلل السياسية تمارا حداد من رام الله. أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي تغطية هذا اليوم من قناة الأيام الفضائية لعملية طوفان الأقصى. إن شاء الله نلتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.